حتى تبشر أن هذه الحالة إذا وقفت التظاهرات ستعود الأحزاب مرة أخرى. إذن إحنا لا خيار أمامنا إلا أن تبقى التظاهرات حتى يتم تحقيق كامل مطالب الناس. نعم، التظاهرات مهمة، الضغط على الحكومة مهمة، لكن أنا ما أحول التظاهرات وأجي مندسين ومنحرفين ووكالات استخبارية وبالنتيجة أحرق بلدي. تظاهرة أضغط على الحكومة وأعتصم وأقعد بباب الحكومة إلى أن تطبق كل القرارات اللي حكوها بالبرلمان. أنا ما يصير بالبرلمان أطلق حزم من الإصلاحات والتعيينات والإعادة فورا. إحنا تكلمنا يعني بعض القرارات يعادل مفصولة المفصولين فورا، مفسوخة عقودهم، المفسوخة عقودهم فورا. الحد اليوم أنا قبل لا أجيك بالبرنامج أخابر على كم شخص أعرفهم وهم هم قسم اتصلوا بي، لأن كل شوية يتصلون بي، أنا كنت رئيس لجنة ومتابع لقضية المفسوخة عقودهم. الحد الآن ولا واحد منهم داوم، مداومه. انت كان من الاخ رئيس الوزراء، هذه القرارات لازم تتابع مكتبه، ادارته، الوزارات الاخرى، ويحاسب. تعال يا وزير الداخليه، تعال يا وزير الدفاع، ذول لحد الان مداومه. ليش مداومه اخي؟ ليش؟ اذا اكو تسويف، اكو ناس ما تريد تنفذ القرارات. مو بس اكو تسويف، انا اقول اذا تسمح لي استاذ نجم، انت عيدهم خلي يداومون، اللي عنده بيانات كان يكون هذا ارهابي، بياناته غلط، لا تشد له راتب، قول يا ترى بياناتك غلط، بس انت المفروض الدعوه مباشره يروح يداومون بوحداتهم. مو التعيينات، الوزارات اطلقت تعيينات كان العمل والشؤون الاجتماعيه وفلان وفلان، وين التعيينات؟ وين عينهم؟ بس حكي، وين القطع الاراضي اللي تكلمتوا عليها؟ باشروا بيها وطلعوا بالتلفزيون قول يا احنا هاي الاراضي وزعناها مثلا لعوائل الشهداء، هاي الاراضي وزعناها للفقراء اللي ما عندهم رواتب، للعاطلين عن العمل، وتعال عندك اراضي واسعه صحراء حول بغداد والمحافظات، صحراء واسعه كلها مناطق هذه، واخدمها، قدم لهم مجاري ومي وكهرباء وهذه.